الثالث المتوسط. أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة مادة اللغة العربية والتربية الإسلامية امتحان الدور التمهيدي لامتحان خارجي 2024. السؤال الأول للتربية الإسلامية، السؤال الأول أجب عن نقطة واحدة، اكتب ما تحفظه من سورة الحشر من قوله تعالى لا يستوي أصحاب النار إلى قوله هو الرحمن الرحيم. خلينا نشوف الجواب مالت السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، صدق الله العلي العظيم. هاي بالنسبة للآية الأولى. بالنسبة للآية الثانية اللي هي اكتب ما تحفظه من سورة الفتح من قوله تعالى إنا فتحنا لك إلى عليما حكيما. الجواب راح يكون بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفتح، حتى تكتب واحدة من عجل. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، العفو، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، صدق الله العلي العظيم. نجي إلى السؤال الثاني، يقول أجب عن نقطتين فقط، أكتب حديثا نبويا شريفا في البر والإثم مضبوطا بالشكل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، صدق رسول الله. ثانيا يقول ما المقصود بالأفعال المحرمة والضحى ثم بين سبب تحريمها. الأفعال المحرمة وهي الأفعال التي أمر الإسلام بتركها ورتب العقوبة على فاعلها والثواب لتاركها، كالسرقة والكذب والغش والزنا والربا وشرب الخمر وتأييد الظالم. لماذا حرم الله؟ لقد حرم الله تعالى هذه الأمور لآثارها الخطرة والسيئة في الفرد والمجتمع. ثالثا النقطة اللي وراها، ما الحالة التي أمر الله تعالى الأبناء بعدم إطاعة الوالدين فيها؟ الجواب لا تجب طاعة الابن لوالديه إلا إن أراد منه أن يشرك بالله تعالى. نجي على فرع باء، يقول أجب عن نقطة واحدة، أعطي معاني خمسة من الكلمات الآتية. خلينا نشوف الكلمات. الكلمات السكينة، الطمأنينة والثبات، انشق القمر، انفلق القمر فلقتين، مهطعين مسرعين، علمه البيان، علم الإنسان التعبير عما في نفسه. زين، نجي نكمل أعزائي الطلب نكمل. زين، الأكمام أوعية طلعها من خشية الله من خوف الله الإسلام. نجي على السؤال عفو الآخر اللي هو كان يقول ما الحالة، ما هي شروط الحج اذكرها. شروط الحج خلينا نشوفها، شنو هي شروط الحج؟ شروط الحج هي الإسلام والبلوغ والعقل واستطاعة المسلم الإنفاق على نفسه وعياله وسلامته من الأمراض التي لا يستطيع معها أداء المناسك. نجي إلى الموضوع الآخر اللي هو القواعد. خلينا نشوف السؤال الأول بالقواعد. قبل القواعد أو كل إنشاء أكتب في أحد الموضوعين الآتيين، قال الشاعر العلم يبني بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيت العز والكرم، هذا على العلم. ثانيا الإخلاص في العمل يؤدي إلى النجاح. بالنسبة إلى اللغة العربية عدي، قال الشاعر أول شيء وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب كذلك قد خلقت كما تشاء. هذه البيت الشعر، خلينا نشوف شنو اللي يريد من عندنا. اول شيء ما تحته خط كلمات مختلفه، هات اوزانها، هات اوزان ثلاث منها تبون. طيب نجي الاولا، خلي افعل القلم على مود نكتب الحل الاول. اولا نقول ما تحتها خط اوزان، هات اوزانها. لم ترى، ترى الخط تحت ترى، هذا على وزن باعه،
التاء موجودة أصلها راء، والتاء والإف فقط تفا يعني تفا، زين ترى تفا. الثاني عيني، عيني أصل عين هي فعل صح، ففعلي معناها فعلي الوزن مالتها، زين. الكلمة الثالثة يقول ولم تلد، تلد كلمة تلد أصلها ولدة، شنو المحذوف؟ محذوف الفاء، يعني تاء الفاء نحذفها تعل، معناها تعل الوزن مالتها، زين. خلقت مبرئا من كل عيب كذلك قد خلقت كما تشاء، تشاء هي أصلها شاء يشاء يعني تفعل، تشاء اللي هي راح تصير تفعل، زين أعزائي الطلبة، زين. هذا بالنسبة إلى أولا، نجي على ثانيا، خلينا نشوف ثانيا. يقول في البيت الأول تكرار الاسم المشتق، استخرج واحد منه. الاسم المشتق هو أحسن، أحسن اسم تفضيل، اسم تفضيل تقدر تكتب هذا أو تكتب أجمل، أيضا اسم تفضيل، أيضا أجمل هو اسم تفضيل ابتداء، زين. ثالثا يقول صغ من اسم الفاعل من الفعل خلقت ثم ضحه في جملة تامة. خلق الأصل احنا رجع للمضارع، يصير يخلق أو هو خلق فعل ثلاثي، يصير مخلوق على وزن مفعول مخلوق، زين. وأقدر أقول الإنسان مخلوق عظيم، الإنسان هذا مبتدأ مخلوق عظيم، زين صار خبر وعمل هنا مخلوق عظيم. نجي بالنسبة نكمل بعد نشوف شنو السؤال الآخر. يقول قال تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم يوهم ما كان يغني عنهم، العفو، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يقول ما تحته خط أفعال، خلينا نشوف شنو الأفعال اللي تحت الخط. يقول اذكر أبوابها، أول فعل دخل باعوا، يدخل الباب الأول فتح بضم، دخل يدخل الباب الأول. الفعل الثاني اللي هو من هو أمرهم، أمر يأمر أيضا الباب الأول كلهم فتح الضم. النوبة عندي منه ثالثا كان المضارع مالته يصير يكون، إذن أيضا فتح الضم، أيضا الباب الأول، زين. ونجي عندنا قضى يقضي، قضى هنا فتح بكسر يقضي، قضى يقضي كسر، وتصير هذه الباب الثاني، زين. نجي نكمل ثانيا، يقول استخرج أداة الشرط وبين نوعها ومعناها ثم اذكر فعل الشرط. هي لما، أداة الشرط هي لما، هنا أنا عندي أداة الشرط هي لما، فمن أكتب أنا أداة الشرط هي لما أداة الشرط، أداة نوعها أداة، أول شيء هي أداة شرط غير جازمة. الشيء الثاني إنها معناها ظرف زمان يفيد الماضي، طبعا يفيد الماضي بمعنى حين. فعل الشرط هو دخل، فلما دخل يعني حين دخل. هذا بالنسبة إلى جواب هذا السؤال. نجي على السؤال الرابع، يقول أعطي مصادر خمسة من الأفعال التالية. المصدر الأول بيض، يعني بيض بياضا، مصدرها بياضا، بياضا، زين هذا مصدرها. الثاني ذاب مصدرها ذوبان، دير بالكم تكتبوها هيك لأن هي دائما تنفتح. وسوسة
تقدر نقول وسواس وسواسا أو نقول وسوسة، لأنهن صحيحات. وسوسة أي وحدة صحيحة. عندي بعد شنو؟ ارتحل ارتحالا، ارتحل ارتحالا، واستغفر استغفارا. ارتحل، اكتب هنا ارتحل ارتحل ارتحل، تصير ارتحالا. وبعد عد استغفر تصير استغفارا. وعندي آخر واحدة زكى تصير تزكية، زكى تصير تزكية، تزكية. زين، نرجع يقول السؤال الآخر شو يقول؟ اصعد شوف شنو يقول. فرع باء صيغ من الفعل سمع، صيغ من الفعل سمع، اسم فاعل مرة وصيغة مبالغة مرة ثانية واسم آلة مرة ثالثة، ثم أضعها أحداها في جملة تامة. سمع، خلينا نشوف هذا سمع. إذا نصيغ منه اسم فاعل يصير سامع، صيغة مبالغة سماع، زين، وسماعة صيغة آلة، أنا اختاريت آلة يستخدمه أي وحدة، يستخدمه الطبيب بو السماعة. زين، هذه صارت هي، أو تقول أخوك سماع النصيحة أو أسامع خبر اليوم، كيفك أنت أي وحدة، المهم صحيحة بالجملة. نجي على السؤال الآخر اللي هو العدد. العدد يقول راح أمسح هنا ونكتب نحل مالة العدد. يقول زين، عدي لمدرستنا شلون نكتب العدد. انتبهوا العدد مهم، أغلب الطلاب بعدكم ما أخذتوا تأخذوا بعد نصف السنة، يعني العدد من المواضيع المهمة. شوفوا انتوا هاي السنة جايبين من المواضيع اللي بالأخير. زين، شلون نقول لمدرستنا مدير واحد؟ زين، نقول نكتبها، نقول لمدرستنا، مدرستنا واحد، مدير، لأن أصلها مبتدأ، مدير تنوين واحد. زين، واحد أيضا، ومعاونان اثنان، وفيها واحد وعشرون، كلهن مرفوعات صفا. زين، يدرس فيها ستة عشرة مدرسا وخمس مدرسات وخمس مدرسات. هذا بالنسبة لحل هذا التمرين. نجي نكمل وياكم، احنا هسه كملنا هذا الموضوع، خلينا نشوف الموضوع اللي وراه. يقول السؤال الخامس يقول نقول العراق طيب القلب، طيب قلب العفو، اجب عن نقطتين، استخرج الصفة المشبهة الاولى، الصفة المشبهة واذكر وزنها اللي هي طيب، وزنها فيعل، وزنها فيعل، وزنها فيعل. يقول ثانيا استخرج معمول الصفة المشبهة، معمولها هي قلبا، اعربه قلبا، اعربه تمييز، احنا قلنا اذا منصوب يصير تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. زين، الظاهر على آخره طبعا. ثالثا يقول اجعل معمول الصفة المشبهة مجرورا، اقول العراقي طيب القلب، وهنا اعرب القلب، اقول صار مضاف اليه مجرور وعلامة جره، مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. زين، هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال الآخر اللي بعده، يقول مثل
جمل مفيدة لما يأتي. اسم أول اسم شرط جازم. اسم شرط جازم يعني أدخل واحد من أدوات الشرط اللي لازم اسم. أقول أولا من يقدم خيرا يجد خيرا، هذا بالنسبة للجملة الأولى. ثانية يقول نعت سببي. نعت سببي القمر صغير حجمه هذا النعت السببي حجمه. ثلاثة اسم تفضيل محلى بأل محمد الأفضل. أربعة حرف شرط غير جازم امتناع الامتناع اللي هو لو قرأت لنجحت. زين، هذا بالنسبة لهذا السؤال. نجي على السؤال آخر، يقول نقول دخل كلا الطالبين إلى الصف ثم بدأ الدرس النموذجي. اجعل كلمة كلا توكيد معنوي، أو يعني هنا نشوف مترجم تقول دخل الطالبان وتجيبون كلاهما، تصير كلاهما ترجعوها وتخلونها على الهم اللي هي المضافة على مود الصيغ توكيد. ثانيا يقول استخرج حرف عطف من العبارة اللي هو ثم هذا حرف العطف. ثلاثة يقول استخرج النعت من العبارة علاه وبين نوعه. النعت هو النموذجي، هذا النموذجي النعت، هنا نعت حقيقي ليس نعت سببي، نعت حقيقي لأن بابه التأكيد. نجي على السؤال الآخر، عفوا خلنا نشوف كمل القواعد. نجي على الأدب والنصوص. بالنسبة للأدب والنصوص عرف اثنين من ما يأتي: الشعر والنثر الوصفي ولهجة الأبطال. الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يدل على المعنى والعاطفة. النثر الوصفي يشتمل على الدراسات المتعلقة بنشأة الأدب الإبداعي وتحليله وتقويمه مثل كتب التاريخ الأدب وكتب النقد الأدبي. لهجة الأبطال وهي أول مسرحية شعرية في العراق للشاعر سلمان غزالة، وكانت أول محاولة لكتابة المسرحية الشعرية في العراق عام 1911. خلينا نشوف شنو بعد فرع باء بالأدب. فرع باء يقول هنا، خلينا نشوف الأدب وين وصلنا. الأدب والنصوص فرع باء يقول دخلت إلى موضوعات القصيدة في العصر الأموي وبعض مظاهر التغيير، وضح ذلك. احنا نشوف شنو اللي دخلت، خلينا نشوف في هذا العصر دخلت مواضيع. يقول في هذا العصر دخلت لنا مواضيع القصيدة العربية بعض مظاهر التغيير، ولا سيما في الغزل والمديح والهجاء، فضلا عن ظهور القصيدة السياسية والشعر الحنين الى الاوطان والنقائب وغير ذلك. بالنسبة الى السؤال الاخر يقول قصيدة ولد الهدى لمن؟ هي للشاعر احمد شوقي. لمن قصيدة مكتوب ثلاثة ابيات مضبوطة بالشكل؟ احنا قلنا الشاعر احمد شوقي، خلينا نقولها هو لمن؟ للشاعر احمد شوقي. ولد الهدى في الكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ والملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، والعرش يسهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والصدرة العصماء. نجي على السؤال الآخر بالأدب. يقول السؤال السابع يقول مثلت قصيدة الأرمن المرضع أسلوب الرصاف خير تمثيل. السبب تمثل أسلوب الرصاف خير تمثيل، فقد استعملت له اللغة واضحة مفعمة بالحزن والتعاطف، واستعمل الألفاظ مثل الإملاق وهو شدة الجوع والورس وهو نبات أصفر، أعطى صورة حية للأرملة المرضعة بإمكان القارئ تخيلها والإحساس بمعاناتها ومظلوميتها. غادر الجواهري العراق ليعيش متنقلا بين دول كثيرة، لم يكن الجواهر منسجما مع الحياة السياسية، فقرر المغادرة للعراق ليعيش متنقلا بين دول كثيرة حتى استقر في دمشق حتى توفي عام 1997. يرى كثير من الدارسين أن الشعر التعليم ليس أكثر من كلام وزن مقفى، لأنه خالي من خصائص الشعر الفنية لافتقاره إلى عناصر الشعر المهمة كالعواطف والخيال.
يقول سؤال: ما الذي تمثله قصيدة قسمات وما الذي تعكسه؟ ثم اكتب ما تحفظه منها من عنيد انا الى اثقل ظهرها. خلينا نشوف قصيدة العفو، خلينا نشوف قصيدة هذه تمثل روح المقاومة والإصرار في الإنسان، وتعكس الإرادة الحقيقية للدفاع عن الحق ونصرته وخذلان الباطل، ليس بالسلاح فحسب بل هي بالعزيمة الصادقة والثقة بالنفس. هي قصيدة لسميح القاسم بالجزء الثاني. عنيد أنا كالصخور إذا حاولوا عصرها، وقاسم أنا كالنسور إذا حاولوا قهرها، وصلب أنا كالجسور إذا أثقلوا ظهرها. المؤلفات الأخرى: اللفحات لأحمد الصافي النجفي، وأنشودة المطر لبدر شاكر السياط، والكلم المنظوم هي أو الكريم المنظوم هي جميل صدقي الزهاوي. بالنسبة إلى السؤال الآخر الأخير، يقول: رتب الأسماء الآتية مع عناوينهم وقصائدهم. عندنا قبلها رد اثنين من الكلمات الآتية إلى أبياتها: الدمدمة هي الغضب، ودمدمة الريح بين الفجاج، وفوق الجبال وتحت الشجر. زين، الغمام شنو الغمام؟ الغمام هي السحاب، وأنت تسدد فاتورة الماء، فكر بغيرك من يرضعون الغمام. أيضا عندنا كوز، إبريق صغير خزفي أو معدن اسطواني الشكل، ورغيف دافئ تخبزه أم شيماء، وكوز من وشل. هذا موجود يحيى السماوي، هذا بعدكم ما أخذتوه. نجي على فرع باء، خلينا نشوف شنو فرع باء. فرع باء: أجب عن نقطة واحدة، ما الذي تعنيه القصة لغة واصطلاحا، وما أطول عصر أدبي، وما الفنون الأدبية الجديدة التي برزت فيه؟ خلينا نشوف احنا ايش عندنا العصر. أول شيء عندنا في القصة: اللغة تعني التتبع وقص الخبر. في الاصطلاح هي نص أدبي نثري يصور موقفا أو شعورا إنسانيا، تصور مكثفا له مغزى، وهي نوع من أنواع النثر الذي يتضمنه إلى جانب القصة الرواية والقصوصة والحكاية وغيرها. عندنا بالنسبة أطول عصر، هو يعد العصر العباسي من أطول العصور الأدبية التي رافقت نمو الأدب وتطوره، فظهرت فنون جديدة مثل الشعر التعليمي والشعر الصوفي وشعر الطرد وغيره. أيضا عندنا بعد عندي هنا يقول لمن السؤال الأخير، هو يقول مرتب الأسماء الآتية حسب العناوين القصائد، وعندي الإملاء اللي هو ما يعني محذوف بالصورة، اللي هو اكتب علامات الترقيم، ثلاث من علامات الترقيم، واعطي مثالا واحدا. نجي هنا بالنسبة للأحمد الصافي النجفي: إلى طعم الحرية، ونازك الملائكة إلى الشهيد، وإيلي أبو ماضي الحجر الصغير، وإبراهيم الوائلي في العيش لنا حق. بالنسبة للإملاء، الإملاء اللي جاي هو عندي أول شيء يا أما الفاصلة أو الفاصلة المنقوطة أو النقطة، العمل الصالح يرفع قدر صاحبه، وخلي هنا نقطة. هذا كل ما موجود في الأجوبة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.